لم تعد سيارات النازحين تمر مرور الكرام على طرقات لبنان، بل باتت تفتش وتدقق بكل ما فيها ومن فيها. مع تصاعد القصف الإسرائيلي يجد كوادر حزب الله أنفسهم غير مرحب بهم في أماكن النزوح، كل ذلك في ظل جو من الخوف بين المدنيين، الخوف من أن حياتهم قد تكون في خطر بسبب من يقيمون بينهم والذين تلاحقهم مسيرات إسرائيل. الغارات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على الجنوب اللبناني أو الضاحية أو البقاع، بل باتت تستهدف مباني ومنازل سكنية يقطنها نازحون في مناطق درزية ومسيحية وسنية. هذه الغارات تخلق حالة من الرفض والخوف من استقبال النازحين أو تدفعهم للتدقيق في هويات هؤلاء. وفي معلومات العربية هذا الموضوع كان محل متابعة بعيدا عن الإعلام بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتل نيابية عدة، ومن بينها تكتل اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط. وردا على هذا المطلب وعد بري بالسعي إلى تحقيق ذلك عبر طلبه من كوادر الحزب الامتناع عن زيارة أماكن نزوح عائلاتهم حفاظا عليها أولا وعلى الجهات المضيفة لها. نور طوق، العربية.